عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم الى ارض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم قادما من دولة الامارات العربية المتحدة بعد زيارة التقى خلالها باخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حيث اجرى جلالته مباحثات تناول تواصل العلاقات الاخوية الراسخة واوجه التعاون والتنسيق الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين. وكان في مقدمة مستقبل جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رافقت ملك البلاد المعظم السلامة في الحل والترحال